بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد قرأنا بالأمس شيئا من مواقف الأولين وحججهم في آداب العزلة، وكنا قد رأينا مثلا حتى ما تركت واحد عن الكتاب دورت عليه ما عرفت كم كتاب الدين، شو هذا الكتاب اسمه؟ إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين بعد الدرس إن شاء الله. قد ما عندي كتب نسيت اسمي. وتحدثنا طويلا في قول سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال خذوا بحظكم من العزلة، خذوا بحظكم من العزلة. وكان الإمام الغزالي قد بين من اختار العزلة وفضلها على المخالطة إنما فعل ذلك لسلامة الدين، فعل ذلك لسلامة الدين يهرب بدينه، ومن خالط أيضا بسبب الدين. لو أن كل شخص اعتزل فأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ثم أصلا لا تقوم الحياة، نفس الإمام الغزالي يذكر في غير هذا الموضع، فقضية خذ بحظك من العزلة دقيق، أن يكون لك حظ ولا تكون في عزلة يعني مطلقا، لا تكون في عزلة إيش مطلقا، في تعاون الناس، في تعاون الناس. بل الإمام الغزالي سابق لكلام جان جاك روسو في ما يحتاج الناس قضايا الأساسية، سابق لجان جاك روسو في العقد الاجتماعي، حيث ذكر أن الإنسان يتنازل عن حريته الطبيعية. لما يتنازل ويعيش في مجتمعات؟ لأن هنا لا تستطيع أنت أن تكون مزارعا تزرع القمح وأنت الذي يحصد وأنت الذي يطحن وأنت الذي يعجن وأنت الذي يخبز، ثم أنت الحارس على حدود المنطقة، أنت الجندي وأنت المزارع وأنت اللحام مزارع المواشي وأنت الأستاذ تعلم. السلام ورحمة الله. وأنت الطبيب وأنت المهندس وأنت، لا يصح. إذا لابد من تخصصات. وأنت الذي يحيك الملابس القماش، ثم هل تستطيع أن تقوم بكل هذا؟ أنت لا تستطيع أن تقوم بكل هذا. نعم، إذا لابد من المجتمع. وبعض الناس وهو في المجتمع كأنه في عزلة، بمعنى أنه أين الذي تقدم لي رفعة ونهضة المجتمع؟ يعني يجب أن يكون لديك رسالة، ويجب أن يكون لديك ما تقدمه وتفكر فيه. هنالك تقليد لعالم الحيوان، ينظر العلماء في الحيوانات والطيور والحشرات فيستخرجوا، ليس من الحيوان مباشرة لكن يتعلموا من سلوك الحيوان ومن حركة الحيوان، ومن يخترعون أجهزة لصالح إيش الإنسان. ومن أعجب ما شاهدت تقليد عمل الوطواط، مو بيشتغل مثل الرادار. الوطواط عملوا نفس الجهاز وركبوا على دراجة
بحيث يكون هنالك ذبذبات يحس بها الراكب بناء على وجود العوائق. وشاهدت شاب كفيف يسوق الدراجة في غابة في طرق ملتوية بارتفاعات مختلفة ولم يقع، وكل ذلك تقليدا. ايش حلو عندك معناته ايه؟ النظر في الكون عبادة، وكأننا أمرنا أن ننظر في الكون حتى أيضا نبحث حتى نفهم طبيعة هذا الكون، حث على طلب العلم. وقال ابن سيرين: العزلة عبادة. العزلة عبادة، كيف تكون العزلة عبادة؟ عزلة بكل معنى الكلمة، تذكر الله عز وجل، قولوا لا إله إلا الله وصلوا على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا اعتزلت وتعبدت وصليت وتلوت القرآن وذكرت الله عز وجل خاليا حتى تفيض عينك، حتى تتنزل السكينة والرحمة، ولعله يفتح عليك إن شاء الله. لكن هذا لا تترك الناس مطلقا، لا تترك الناس مطلقا، خصيصا من يقوم على أهله ففي ذلك خير كثير، لا يترك الأهل وحاجة الأهل ويعتزل، لا يترك الناس ويعتزل. وقال الفضائل بن عياض: كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. وكان له نصيب من مخالطة الناس، وكان له. لا المعتزلة فرقة ما لها علاقة بالذي نتحدث عنه، إنما قالوا أن أصل التسمية عندهم أن واصل بن عطاء كان جالسا في مجلس الحسن البصري فخالف في مسائل، قال منها مثلا القول بالمنزلة بين المنزلتين، يعني لا هو في الجنة ولا هو في النار، لا هو مؤمن ولا هو كافر له، فهمت علي؟ المهم خالف في أمور، ثم اعتزل مجلس حسن البصري وأقام حلقة، وهنا بدأت قضية إيش؟ قضية المعتزلة. لكن هنا الاعتزال بمعنى الخلوة، الاعتزال بمعنى ترك الناس، ليس بمعنى أن لديك عقائد مختلفة ولا لديك، لا، أنت من أهل السنة. ومع ذلك المعتزل الذي يعتزل الناس، احنا نتحدث عن المعتزلة، نتحدث عن الذي يترك الناس لأذاهم. يعني مثلا يتأذى بكل معنى كلمة، إن خالط علم أنه لا انفكاك عن قضية الغيبة، وهو من الضعف بمكان أن يوقف الناس عند حده لا يستطيع. ألم يعاتب بعضهم بعضا في قضية الاقتراب من المنبر يوم الجمعة؟ وكان هذا في زمن العباسيين، فقيل لبعضهم: لما تجلس بالقرب من المنبر؟ أتأمن أن يقال في الخطبة شيء فلا تتمكن من الرد؟ إذا كان الإمام هو الخليفة مثلا، ولا تحدث عن خلافة الراشدة، ويخطب وقال ظلما وقال منكرا من القول، فهل ستنكر عليه ولا بدك إيه؟ مشيها. فالابتعاد هنا أسلم، ليس عزلة مطلقة لكن الابتعاد. أنا أبين كيف أن الإنسان يبتعد، قد تقول هروب. يعني
وكأنك تفر من قدر الله إلى قدر الله، هذا فيه فيه. المهم أن الإنسان إذا علم أن هنالك من المجالس التي لا تكون إلا شرا فلا يجوز له أن يعني يخالط هذه هؤلاء الناس. ذكرنا بالأمس شيئا عن الميل الطبيعي أو ما سماه ساروادي سماه الجنسية التجانس، أن تنسجم، أن يكون عندك ميل، قال الميل إلى البشر أولا، وهو قول سيدنا موسى عليه السلام إني أنست نارا، يعني معناها إني استأنست بمن أظن أنهم من البشر الذين أوقدوا هذه النار، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجعل على النار هدى. في الحالة هذه بئثم البني آدم، يعني لو اعتزل، يعني لو أبعد عن لا لا كيف يأثم؟ لا يؤثر. إذا طلب السلامة لدينه، إذا كان هنالك فتنة سياسية تأكل الأخضر واليابس حصل في التاريخ الإسلامي واختار العزلة، ترك لا يريد، إما أو يعني أصبحت إما أو، بحيث أنها تؤدي إلى مقتلة عظيمة، تؤدي إلى فتنة كبيرة، واعتزل بسبب هذا. كيف لا؟ لعل الخير هو في الاعتزال في هذه الحالة، لا يشارك في الفتنة. كله به في يعني بيعتمد على السياق. وقال يعني هو الأصل الذي يخالط، يخالط بسبب ماذا؟ يريد أن يستأنس بالعامي، أن الناس يقول تعال نتونس، صح ولا لا؟ بدهم إيش؟ تستأنس، تونس، هينا مستأنسين. يعني إذا قمت أنت مبكرا من المجلس وقال لك هينا مستأنسين، يعني لما قمت مبكرا؟ أو دعنا نؤمن ساعة مثلا. هنا قال أنت تريد أن تستأنس فاستأنس بالله. بعض الناس لا يريد أن يستأنس بكلام الله، موجود موجود، لا يريد لا قرآنا ولا يريد صلاة ولا يريد صوما ولا يريد حجا ولا يريد، بده يهيش، بده يظل يلعب، بده يظل يلعب. وإذا كان هنالك، والقرآن للحياة، جعلنا القرآن في العزاء وهو للحياة، وهو للحياة، ينعش، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. تبحث عن حبيب من أهل الدنيا فليكن لديك حبيب من أهل الدنيا، لكن أحب الله، صحيح؟ لأنك إن أحببت فأنك مفارق من أهل الدنيا، أحبب من شئت أو ما شئت فإنك مفارق، بل أنت وإياه إلى زوال، إنا وما نحن فيه إلى زوال، إنا وما نحن فيه إلى زوال. فلما قال كفى بالله محبا، هذا ليس من الدنيا، وبالقرآن مؤنسا، هذا ليس من الدنيا، وبالموت واعظا، يعظك بمعنى لآخرتك، اتخذ الله صاحبا، ليس من الدنيا، ودع الناس جانبا، ليس من الدنيا. يعني أنت تترك لي معاني أخروية، تترك بسبب معاني أخروية. وقال أبو الربيع الزاهد لداود الطائي عظني، متى آخر مرة قلت فيها أنت لفلان من الناس من تظن به خيرا ولا نزكي على الله هذا؟ متى قلت لفلان عظني؟ بينك وبينه، بينك وبينه قلت له إيش؟
عظني انصحني وعظني دائما تعلق بالدين. عظني هنا في السياق هذا تعلق بإيش؟ بالدين. لا يكون معناها كي عظني تيجي تعلمني بعدين قضية كيف إقامة الشركات مش صنعتي، يتعلمني الضرائب اللي مش صنعتي، يتعلمني عظني بما ينفعني باعتبارات الآخرة. في حدا بحب يشاركني؟ قلنا أنا سألت وقلت عظني فوعظني، معناته تركنا احنا هذا تركنا هذه القضية. سألت أحد المشايخ نظن بهم خيرا ورزق الله هذا إن شاء الله من أهل لا إله إلا الله منذ سنوات، منذ إيش؟ منذ سنوات طويلة. بإمكاني أرجع أن أرجع إليه وأقول له إيش؟ عظني مرة ثانية، ولكن من سوء الأدب أن تعود إليه وتقول له عظني مرة ثانية وأنت لم تفعل الذي قال له في ما قالك في المقام الأول. يعني بتمامه فقلت له فقال لي وأنا أحاول أن أفعل ما قال لي منذ إذ أحاول أطلب ذلك، مرات بتزبط مرات تتفلت، وذلك مني وذلك من، فليكن لديك نصيب من عظني. اذهبوا إلى أهل لا إله إلا الله واطلبوا الموعظة. إذا قال أبو الربيع الزاهد لداود الطائي، قال الزاهد ما صفته؟ الزاهد عظني، قال صم عن الدنيا، قال صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفر من الناس فرارك من الأسد، وفر فرارك فر من الناس فرارك من الأسد. صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفر من الناس فرارك من الأسد. المشكلة هي في الإقبال على الدنيا لغير حاجة، مخافة أن نرى حقيقة هذه الحياة على ما هي عليه. كيف يعني؟ حقيقة هذه الدنيا أنها فانية، وحقيقة هذه الدنيا أنه مهما تلذذت بنعيمها فإنه غير مقيم، هذا ليس نعيما مقيما. ولذلك بعض الناس يحاول أن يتلهى بشيء لا يريد أن يرى الواقع على ما هو عليه. حفلات وترفيه ليل نهار، وبعدين يعني بالزمنات مثلا قبل الأجهزة وقبل الاختصاص اللي موجود اليوم، بعض التطبيقات تقدر تنزلها انت على الانترنت على الهاتف على الحاسوب على الايباد، بعض التطبيقات فيه مليون أغنية على الأقل مجانية، ولو أنك عشت مثل سيدنا نوح عليه السلام ما استمعت لها. مليون إيش؟ مليون أغنية، لو ليل نهار تعيش ألف سنة ما استمعت لكل هذا. وأفلام إنتاج أفلام ما هب ودب،
وفيها شيئان، وفي هذه الأفلام شيئان ظاهرتان سلوكان يندى لهم الجبين، العنف والجنس. العنف وإيش؟ الأولاد الصغار الذين يقومون بقتل الأشخاص افتراضيا بحيث أنه إيش؟ يموت القلب ويتمتع. وشو بسوا قاعدين الشباب الصغار وبعض الشباب الكبار أيضا بقتل في هال بالألعاب؟ شو بيعمل؟ تدمير. ويدفع الأهل، يدفع الأهل ثمن سلاح افتراضي، يعني بدخل على البرنامج على الشركة ويدفع مالا يشتري لأولاده أسلحة ما هي حقيقية، افتراضية أيضا، ويستخدمونها ثم ينضب معينها ثم يعود لأهل فيشترون غيرها. وأين الخير في هذا؟ لا خير فيه، لا خير فيه. والجنس ليس حكرا على الأفلام، لا تكاد تكون هنالك دعاية لشيء إلا وامرأة شبه عارية موجودة في الدعاية، معجون أسنان امرأة عارية، سيارة امرأة عارية، يعني بالكاد أبدا. الدعاية دائما إيش؟ أحلى من الرجل أحلى. لا لا صحيح، ولذلك هذا يجب أن يكون، هذا يجب أن يكون في الحياة الخاصة، في الحياة الخاصة فقط بين الزوجين. وقال حسن رضي الله عنه: كلمات أحفظهن من التوراة، قنع ابن آدم فاستغنى، اعتزل الناس فسلم، ترك الشهوات فصار حرا، ترك الحسد فظهرت مروءته، صبر قليلا فتمتع قليلا، صبر قليلا فتمتع طويلا. قنع ابن آدم فاستغنى، ما نحن نقول قناعة كنز لا يفنى. القنوع كسرة الخبز والموائد الطوال بنفس الدرجة، والدينار والمليون نفس الشيء. لأنك لو أعطيت هذا الإنسان هذه المليون لما تغير في سلوكه شيء. قالوا عن المقامرين في أمريكا أن ثلث هؤلاء المقامرين الذين يربحون الملايين يصل إلى الإفلاس، الثلث يصل إلى إيش؟ الإفلاس. يصير مليون مليونير وبعدين إيش بصير؟ مفلس. ثلث هؤلاء، طب كيف؟ فجأة، لأنه عنده نظرة استهلاكية، والآن جاء ما يغذيها، جاء ما يغذيها. أين ستقف في الشراء؟ لن تقف. وبعضهم أقبل على المخدرات، وبعضهم لا رسالة لا قناعة لا شيء. وهذا لا يعني أنه لا يجد هنالك من يعني اللي ما وصل الإفلاس أيضا خسر بسبب السلوك. نعم. وكله يعود إلى التنشئة وإلى التأديب عند الصغر. لو أنك اعترضت على طعام لعلم أنه يمكن الاعتراض على الطعام، اعترضت على الطعام بمعنى أنه ليش طابخ اليوم مجدرة، أو أنا لا أكل كذا كلايت بندورة، ليش هذا أنا بوكلش خبز بايت، أنا بوكلش، تتعلم الأولاد إيش؟ أما إذا رأوا أباهم، إذا رأوا أباهم يأكل اللي موجود، بات يوم بات يومين بات ثلاثة أهلا وسهلا. فهمتوا علي؟ لا. اعتزل الناس فسلم، هذا يتعلق بموضوعنا، اعتزل الناس فسلم،
إذا كانت العزلة بمعنى للدين فسلم، وبعض الناس يعتزل فلا يسلم. ليش؟ مع هالأجهزة مع هالكذا فيقبل على رؤية ومشاهدة ما لا يجوز له أن يرى ويشاهد، صحيح؟ يعني ما بال الرجل الكبير في السن يتابع الصبايا الصغار على الفيسبوك، قد بلغت من الكبر ايش؟ عتية، وبتلاحق الصبايا الصغار على الفيسبوك ليش؟ ولن تحصل اي شيء من هذا اصلا. الصفي انت محروم منه في الدنيا ومحروم منه بعدين ايش في الآخرة، مش هيك؟ ترك الشهوات فصار حرة. سبحان الله. ترك الحسد فظهرت مروءته. لا يتمنى للناس إلا الخير، ويقدم ولا ينظر إلى ما يمكن أن يأخذ. صبر قليلا فتمتع طويلا، هذه يمكن أن تكون الأخيرة منهاجا للدراسة وللعمل والذكية. أنت بحاجة إلى صبر ساعة فتنتصر، صبر ساعة للدراسة فتنجح، صبر ساعة العمل فتفلح إن شاء الله في كل هذا. بعض القضايا بحاجة إلى استثمار بسيط، عمل قليلا وربح كثيرا. صبر قليلا، صبرك على الكتاب وصبرك على الأستاذ وصبرك على الأب والأم وصبرك على الصبر بحاجة. وقال وهيب بن الورد بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت والعاشر في عزلة الناس. بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت والعاشر الجزء العاشر في عزلة الناس. تسعة في الصمت حتى تكون حكيما، نستغرب بعض الناس لا، بعض الناس لا يسكت، بعض الناس لا يسكت. ومنذ صغره تتعجب تنظر الأطفال، هذا أخو ذاك وهذا ساكت وهذا لا يصمت. من جميل ما رأيت في الصمت أننا كنا في اجتماع مع بعض الأجانب، في نهاية الاجتماع قالوا فلنصمت الآن دقيقة نتفكر بالذي تباحثنا تحدثنا تناقشنا فيه قبل أن نقوم من اجتماعنا. قالوا دعونا الآن ايش أن نصمت. هذا مع بعض الناس وهو كانوا من السويسريين، وليس الفضل لأنه سويسري، لكن أقارن في ذهني ببعض الزملاء. مرة كان لدينا اجتماع، وإدارة الاجتماعات فن، فأردت أن نبدأ مباشرة، فقال أحد الزملاء إحنا بدنا نقول لبعض كيف حالك أول، ما بده يبدأ بالاجتماع إيش مباشرة، بالدول يتودد ويتحدث ويتسلى شوية بعدين بده يدخل في الاجتماع. يعني لا يستطيع أن ينتقل إلى الجدية مرة واحدة. الصمت. و
والعاشر في عز الناس الذي يصمت وكأنه أيضا اعتزل حتى لو كان بين الناس. ولذلك يمكن أن تكون الخلوة وأنت بين الناس تذكر الله عز وجل، قولوا لا إله إلا الله. وقال يوسف بن مسلم لعلي بن بكار: ما أصبرك على الوحدة وقد كان لزم البيت؟ فقال: كنت أنا شاب أصبر على أشد من هذا. شو اللي أشد من البقاء في البيت؟ قال: كنت أجالس الناس ولا أكلمهم، كنت أجالس الناس ولا أكلمهم. نعم، كثير من الناس صمت. نعم، وقال بعضهم: كنت في سفينة ومعنا شاب من العلوية فما كث معنا سبعا لنسمع له كلاما عن سبع أيام. الشاب في عالمه الخاص. فقلنا له: يا هذا قد جمعنا الله وإياك منذ سبع ولا نراك تخالطنا ولا تكلمنا. فأنشأ يقول: قليل الهم لا ولد يموت ولا أمر يحاذره يفوت، قضى وطر الصبا وأفاد علما فغايته التفرد والسكوت. أما القول أن هذا الشاب من العلوية، من العلويين، قد انتشر بين الناس أن النصيرية هم العلوية. الآن منتشر بين الناس إذا قلت علوي بمعنى أنه نصيري، وقد ينسى كلمة نصيري ولا ينسى كلمة علوي. وقال البعض أنهم حوالي قريب من 12% في سوريا من السكان. ويبدو أن الفرنسيين قد مهدوا لهم الحكم، يعني أقلية صغيرة جدا تسلطت على الحكم. أما العلويون الحقيقيون فهم من نسل علي بن أبي طالب عليه السلام. هؤلاء هم العلويون. فإذا ذهبت إلى اليمن فترى النسب الذي يتصل بعلي بن أبي طالب مثلا، هذا على سبيل المثال للحصر. والعلويون ليست ظاهرة جديدة في التاريخ الإسلامي، ليست ظاهرة جديدة بل قديمة. وكان لهم مركز في بغداد، انتهى وجود ذاك مع قدوم المغول إلى بغداد. من يتذكر الرقم أي سنة؟ 1258 ميلادية. نعم، وكان لهم يعني حتى وصلوا إلى مناطق موجود الآن لوائل الإسكندرون أيضا، وفي شرق الأناضول. وفي شريحة من هؤلاء هي سميت بالفلاحين، لكن المشكلة هي ليست في اللقب، المشكلة في ماذا يؤمن. وصلوا إلى تأليه علي بن أبي طالب عليه السلام، تأليه، جعلوه إلها، جعلوه إلها. وقد تأثروا بمدرسة فلسفية يونانية اسمها الأفلاطونية المحدثة. ومن تأثر بها أيضا؟ المسيحية. المسيحية تأثرت بهذه المدرسة، ولذلك منذ سنوات وأنا أقول أن هؤلاء، هذه الطائفة النصيرية، هي أقرب الناس إلى المسيحية بهذا الرابط. هؤلاء أله المسيح عليه السلام، وهؤلاء أله علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم العلويين بداية الشيعة. في الأصل كلمة شيعة هي شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام،
وكان موقفا سياسيا محضا، كان موقفا سياسيا ايش؟ محضا. الغالبية العظمى من الناس كانوا ولا زالوا مع اختيار أبو بكر الصديق، وانتبه ليس فرض، اختيار أبو بكر الصديق خليفة بعد وفاة. ما أنا حاله بين لك أنه في البداية ما كان هذا التقسيم اللي موجود اليوم، ولذلك كلمة شيعة هي مظلة ينضوي تحتها طوائف كثيرة، منها الاثنى عشرية ومنها زيدية اليمن، لكن الزيدية أصلا يعني، ومنها السبعية ولها أسماء كثيرة، الباطنية، الخرمية، الكرمية إلى آخره. ثم يعني التاريخ، وكان لهم صولات وجولات في شمال إفريقيا، وكان لهم للفاطميين كان لهم دولة، حزب الله من الاثنى عشرية، من الاثنى عشرية. الشيوعية بتحدث أنت. نعم. أي الشيعة ظاهرة تاريخية من التاريخ الإسلامي. تم اختيار بكر الصديق، فجاءت جماعة، جاءت جماعة وقلة قليلة، وقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بن أبي طالب، وهذا لم يصح ولن يصح ببساطة. أما الشيوعية بتحدث أنت عن ماركس، وطبعا لها جذور فلسفية تاريخية، لكن ماركس وإنجلز هما اللذان بعدين لنين. نعم بعدين، إنما كانت الشراكة بين ماركس وإنجلز في الدعوة إلى نظام سياسي اقتصادي اجتماعي قائم على الشيوعية، بحيث أنه لا ملكية فردية، ونظام الرأسمالية يقوم على الملكية إيش؟ الفردية. يعني أكثر من ذلك بكثير. انظر قضية فائض القيمة، نظرية فائض القيمة في كتاب رأس المال لماركس. انظر إلى البيان الشيوعي. بل قال في البيان الشيوعي أن الدين أفيون الشعوب، والأفيون الشعوب اليوم هو الاستهلاك المادي لغير حاجة، هذا هو الأفيون الجديد. الاستهلاك المادي لغير حاجة هو الأفيون. اذهب إلى السوق وتسوق واشتري، ثم اشتري من جديد، ثم اشتري من جديد، ثم ظل إيش؟ هي مدروسة. أنت تدفع دفعا للشراء، أنت تدفع دفعا للشراء، ما بين الشراء وبين الألعاب الإلكترونية وبين الألعاب. ما الفرق بين كرة القدم اليوم وما كان يفعله الرومان في قضية المصارعة، ما بين أو المقاتلة أو المبارزة بين الأسرى، أو أسير مقابل حيوان كاسر مثل الأسد، وكانوا يطعمون الناس خبزا مجانيا في ذلك اليوم، خبز مجاني ومشاهدة. أنت اليوم تدفع للقنوات المعينة وبتحضر ويقومون من الليل، لكن ليس للصلاة، لحضور المباريات في الساعات اللي بتكون في أوقات يعني بحسب البلاد التي يكون فيها المباراة. وقال إبراهيم النخعي لرجل تفقه ثم اعتزل، تفقه ثم اعتزل، وكذا قال الربيع ابن خثيم، تفقه ثم اعتزل، لأنك بحاجة إلى العلم الذي يلزمك من معرفة الطهارة، معرفة الصلاة، معرفة في أحكام. شكى لي رجل هنا قبل أيام أنه رأى رجلا آخر، وهذا كبير، وإن شاء الله يكون مكانهم عالي، على الرغم من أنه أن أحدهم عند في المتوضأ عندنا في رآه يمسح، واستمع على ماذا يمسح، أول مرة أسمعها في حياتي، يمسح على الجاكيت، على كم الجاكيت. فقال لهم يعني من أين لك هذا؟ معنى الكلام هذا لم يقل به أحد. قال أفتوني، على تدخلش أنت، إيش بدي أنا أمسح
طيب ورأيت رجلا يمسح على الباروكة. تعرف في هذه القضايا، فذهبت إلى الإمام، كنا في مسجد صغير هذا في كوينسي في أمريكا جنوب بوسطن، فذهبت الإمام حتى يتحدث معه، مسجد صغير ويعرف الناس، قلت له فلان يمسح على الباروكة. أنا كنت معاه في المتوضأ وتبطأت حتى أرى ماذا سيفعل، ما واضح أنها باروكة، بدي أشوف شو بدي أسوي. أنت بتقيم الحطة والعقال ولا القبعة ولا كذا، بتمسح ولا العمامة وبترجع. فقلت أنتظر هل سيشيل الباروكة ويمسح عليها، طبطب عليها بشوية مي. فقلت للإمام، فقال هذا لو قلنا له أي شيء عن الباروكة لن يعود إلى المسجد، تركوه بحاله. أما قوله تفقه ثم اعتزل، لم نعتزل ولم نتفقه، شو المشكلة؟ أننا لم نتفقه. وقضية تفقه ثم اعتزل تذكرني، كن فقيها صوفيا ولا تكن صوفيا فقيها، بمعنى الفقه يسبق، لابد من تعلم ما يلزمك من الدين. فلو أسلم إنسان الآن يعلم نطق بالشهادة ويعلم الاغتسال والطهارة كذا إلى آخره، ويعلم صلاة الظهر ويعلم صلاة إيش، ولا يلزمه معرفة أي شيء عن الصيام حتى نقترب للصيام، ولا يلزمه معرفة أي شيء عن الحج حتى نقترب من الحج، ولا يلزمه معرفة أي شيء عن المال، عن الزكاة، عن مقدار الزكاة كيف يحسبها، حتى ماذا، حتى صير عنده نصيب، وقد لا يكون لديه نصيب مدى الحياة. واضح؟ لابد من الفقه. وننهي بهذه إن شاء الله، ونعود من الغد بإذن تعالى للبقية الباقية. وقيل كان مالك بن أنس يشهد الجنائز ويعود المرضى ويعطي الإخوان حقوقهم أهل لا إله إلا الله، فترك ذلك واحدا واحدا حتى تركها كلها، وكان يقول لا يتهيأ للمرء أن يخبر بكل عذر له، لا يتهيأ للمرء أن يخبر بكل عذر له. كيف؟ لا تسأل لما، لا تسأل لما، لا يتهيأ للناس ماذا يخبرك، لا تضطر الإنسان أن يقول لك إنما أنا اعتزلت بسبب كذا أو تغيبت بسبب كذا، لكن إن شاء الله خير، إن شاء الله إيش، إن شاء الله خير. غاب أخوك اسأل عنه، لا تسأل لما، اطمئن أنت بصحة جيدة الحمد لله، انتهى السؤال ها هنا بدون تفاصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.